دمروا العقيدة يا إخواننا. في بلدنا دي، في بلدنا دي تمشي مسجد يتكلم عن التوحيد، والله العوام حالقين لحاهم يقبلوا ويكبروا ويهللوا ويقفوا معاك، يقوم أخو مسلم عامل ليه سكسوكة يقول لك بالحكمة يا مولانا، أو معاه وانصار سنة من خلفه بالحكمة مولانا، أو جمعية كتاب وسنة، لا ما كده وبالغته، يقوم يهيج فيك الجامع تاني. حصل ولا ما حصل؟ بل أخواننا دعاة التوحيد بيمشوا مساجد محسوبة للصوفية بيقبلوا التوحيد. الأخ المسلم ولا الأنصار سنة القاعد ولا جمعية كتاب وسنة ده اللي بيعترضوا، لأنه كلهم ده الأخوان مسلمين. ده المجار ما يا ناس، هم اللي وقفوا مع الشيعة، هم اللي بنوا القبب، قبة البرع اللي بناها منو؟ بناها علي عثمان محمد طه. جنسه شنو؟ حزب الأخوان المسلمين.